لكتشر اليوم رح تكون عن الحضارتين الإغريقية والرومانية. رح نحكي عن أهم خصائصهم المعمارية والهندسة الداخلية، ونعمل كومباريزن بين بعضهم بعدة مطارح. رح يكون عندنا 7 topics: Greek and Roman, a comparative approach. Topic 1: Introducing geographical, historical and cultural study. Democracy and the State, Agora, Forum, Greek Theater and Roman Amphitheater. The Acropolis, the Acropolis Development and Orientation. Comparative Approach, East and West, Different Methodology, Haptic Optic, The Dialectic Theory. Urbanism, Housing, Architectural Planning, Urban Development, Greek Pastas House, Roman Domus House. The Interior Architecture, The Style and the Technique, Concrete, Mosaic, Stucco, Fresco. Modern Project, Project Analysis, The Barcelona Pavilion, designed by Mies van der Rohe. بالبداية خلينا نشوف البقعة الجغرافية اللي انتشر فيها الإغريق والرومان. هل عم نشوف نحنا منطقتين جغرافيتين هن ما كانوا بنفس الوقت مسيطرين عليهم القوميتين، يعني الإغريق والرومان بنفس الوقت، ولكن أنا حطيتهم مع بعضهم على خريطة العالم لنشوف أنه هالقوميتين اللي هن قراب من بعضهم وإلى حد ما بيقربوا بعضهم عرقيا وعلى مستوى الجغرافيا، بأي اتجاه اتجهوا كل إمبراطورية. منشوف انه الاغريق انطلقوا من اليونان واتجهوا شرقا. ليش باتجاه الشرق؟ السبب انه الشرق شكل التهديد الاكبر بالنسبة لهم، وهو الامبراطورية الفارسية اللي وصلت على حدود بلاد الاغريق ودمرت اثينا بفترة من الفترات. فاذا هاجس الاغريق كان الشرق. اكيد بعملية سيطرة الاغريق على هالمناطق هيدي سيطروا على مصر الفرعونية، لانه الفرس كانوا محتلينها فدخلوا مصر كمحررين. توسعوا الى اقصى حدود ممكنة باتجاه اسيا، وصلوا على حدود شبه القارة الهندية، ومن هونيك الاسكندر اللي هو قاد هالفتوحات هيدي مرض وتوفى بسنة 323. فانقسمت الامبراطورية الاغريقية لعدة ممالك، اكيد اخذوها قادة الاسكندر اللي كانوا هني معه بالجيش. فانقسمت الامبراطورية الاغريقية لعدة اقسام، وبعدين ضعفت اكيد نتيجة سيطرة الرومان واحتلالها مناطق اللي هني كانوا فيها. الرومان كمان كان عندهم عدو تاريخي، ولكن هالمرة مش شرقا بل شمالا وغربا وجنوبا، وهن قبائل الغال والكلتيين اللي كانوا بالشمال، يعني بشمال فرنسا وبريطانيا، اللي بفترة من فترات الغال قبائل الغال احتلوا روما وكمان وحرقوها ودمروها. وما بننسى حروب روما مع قرطاجة ومسير هانيبال حوالين أوروبا لوصل لروما بالأفيال وكاد ان يحتلها، ولكن نتيجة عدة حروب رجعت انتصرت روما. فنتيجة هالحروب الكتير اللي قادتها من خلال حربها مع قرطاجة جنوبا بشمال افريقيا، ومن خلال حروبها مع الغال والكلتيين، فاذا كان الهاجس تبعها لروما التوسع بهالاتجاه هيدا، على عكس الاغريق اللي هن كان العدو تبعهم من الشرق. بمراحل تانية عم نحكي بفترة الجمهورية، لأنه روما انقسمت لثلاث مراحل: الملكية والجمهورية والإمبراطورية. بفترة الجمهورية صارت تتوسع روما أكثر وأكثر واحتلت المناطق اللي كان فيها الإغريق. تنحكي شوي عن أصل الإغريق والرومان. الإغريق أصله من الحضارتين مينيوية اللي كانت بجزيرة كريت،
والحضارة الميسينية اللي بجزيرة ميسينيا. طبعا هولي الحضارتين اندثروا، يعني خاصة الحضارة المنيوية بكريت، لأنه صار فيها ممكن حروب، يعني في تاريخيا بعد ما في أدلة كتير عن سبب اندثار الحضارة هيدي، ولكن عموما انطلقوا الإغريق من هالمنطقتين وتوسعوا ب اللي بيقولوا له بحر ايجا او ارخبيل بحر ايجا، يعني هي المنطقه هيدي الجزر الممتده، مئات الجزر ببحر ايجا، اضافه للبر الاغريقي اللي هو اثينا وبلابونيز، هالمناطق هيدي ومناطق الدوريه. طبعا الاغريق انقسموا لقوميتين اساسيتين اللي هن القوميه الدوريه اللي كانت بالبر الاغريقي، يعني نحكي باليونان، والقوميه الايونيه الايونيك اللي كانوا بآسيا الصغرى، يعني بتركيا هلا. وبنعرف انه الحروب اللي صارت بين تروي وبين اثينا، القصة المشهورة انه تروي كان بتركيا يعني بآسيا الصغرى، ولكن كانوا هن حدود وحدة، يعني قوميات وحدة، وانتشروا بها المناطق هيدي. الاغريق بيرجع اصلا ل 3000 سنة قبل الميلاد لحدود 1700 سنة، يعني بهالفترة هيدي انعرف انه هالاقوام هيدي كيف نشأوا وتطوروا بها مناطق هاي. الرومان أصلا من شبه جزيرة الإيطالية المعروفة، ولكن نشأوا بمنطقة اسمها أتروريا. منطقة أتروريا هي منطقة الأتروسكان، يعني قوميات الأتروسكان اللي هن أسلاف الرومان. طبعا الأتروسكان كانوا بشمال روما، يعني عم شوف هلأ مدينة روما هن أتروريا بهالمنطقة هيدي، إضافة كمان لشمال إيطاليا، مناطق كان فيها قوميات مختلفة الأساس فيها الأتروسكان. فإذا الرومان أصلا من الأتروسكان. في دراسات بتقول إنه الأتروسكان أصلا من القبائل الهندو أوروبية. هلأ لنحكي شوي ليش هندو أوروبية. أوروبا بشكل عام في كتير دراسات بتقول، دراسات أنثروبولوجية بتقول إنه مصطلح هندو أوروبية مزيج من القبائل الهندية والأوروبية، فانتشرت بأوروبا. وأنا حكيتكم بالدرس الأول إنه هالناس اللي أقوام أو الأجناس البشرية اللي احتلت أوروبا إجت من أفريقيا، وبعضها كمان إجا من الهند، وتخالطوا وأسسوا لإنسان الأوروبي اللي هو أسس فنون الكهوف وغيرها، وصولا للقوميات اللي عم نحكي عنها الإغريق والرومان. الرومان شعب كان ما عنده مشكلة يندمج مع الآخرين، فمنشوف إنه نتيجة قرابة الرومان مع الإغريق جغرافيا، لأنه كان جنوب إيطاليا، بجنوب إيطاليا كان فيها العديد من الأقوام الإغريقية، مشان هيك هالتخالط الجغرافي أسس لأنه يصير في قرابة جينية وقرابة بالبيئة أو الطبيعة. مشان هيك الرومان يعني وقت اللي توسعوا بمناطقهم ما كان عندهم صعوبة إنه ياخذوا مناطق الإغريقية، فمنشوف إنه توسعوا بشكل سريع شرقا يعني باتجاه الإغريق، ومثل ما حكينا توسعوا شمالا وغربا وجنوبا. الشعب الإغريقي عم نشوف هون يعني الحياة الإغريقية كيف كانت. هذه الحياة الميسينيا بجزيرة ميسينيا كان شعب محب للحياة، بحب الألوان، شعب بحري، عايش على الصيد، عايش على الطبيعة الحلوة، شعب بحب يقدم تضحيات وهدايا. بنشوف إنه كان بكتير من رسوماتهم عم بيقدموا هدايا للآلهة، واللي تأسس من بعد منها ثقافة المعابد وتقديم الهدايا. فمنشوف انه بكتير رسومات نساء عم تقدم قرابين، اللي هن بعدين من بعد حروبهم مع الفرس، ونتيجة انه انتصاراتهم على الفرس وعلى اقوام تانية، فبلشوا يبنوا معابدهم على الاكروبول اللي هي الهضبة العالية اللي بسموها. اكروبول هي كلمة من مفردة من كلمتين، أكرو عالي وبول يعني بوليس مدينة، مدينة المرتفعة يعني، فهيدي أصل الأكروبول. بهالفترة هيدي اللي بعد ما انتصروا فيها على الفرس وأسسوا لدولة قوية، بلش يبنوا معابد. هالمعابد هيدي صار لها مثل سيرموني، كل سنة أو كل فترة يطلعوا مجموعات من الناس أو مسير من الناس،
ويطلعوا الهدايا والقرابين للآلهة بالأكروبول. طبعا من هون تأسست ثقافة الهدايا للآلهة، عشان هيك منشوف انه كان في مجاميع من النساء حاملين على راسهم وعلى كتافهم القرابين والهدايا وماخدين لوين على معابد الآلهة. هيدي الصورة اللي أسست لمعبد الأركيثون اللي هو منشوف انه في نساء حاملين على راسها سقف المعبد. هلا هيدي نظرية، وهيدي نظرية جدية نتيجة أبحاث أنا عملتها، بيقولوا إنه شكل النساء اللي هن حاملين هالسقف هيدا بتشبه النساء اللي كانوا يمشوا بمسير بالسيرموني ويطلعوا على معابد الأهل يقدموا القرابين. طبعا في نظرية تانية وهي مقدرة كمان كتير، إنه بتقول يعني هالشكل النساء اللي حاملين المعبد هن بيعبروا عن بعد إنساني، كأنه الحضارة جزء من الحضارة أو جزء كتير مهم من الحضارة محمول على رؤوس النساء.